أيها الإخوة الكرام، الإنسان في أصل خلقه جبل على حب التفوق. هذا الميل إلى التفوق يمكن أن يلبى ضمن منهج الله، ويمكن أن يلبى بعيداً عن منهج الله. ولكن المشكلة أن كل إنسان في أعماقه مقاييس للتفوق. فمن هو المؤمن؟ المؤمن هو الإنسان الذي تطابقت مقاييس التفوق في أعماقه مع مقاييس القرآن. لا شك أن التفوق في الدنيا يعني أحياناً أن تكون غنياً، تشتري ما تشاء، تسكن أي بيت تريد، تتزوج من تشاء، تذهب إلى أي مكان تشاء، تنغمس في أي متعة مشروعة أو غير مشروعة. ولا شك أن من التفوق أن تكون قوياً، أن تستمتع بالسيطرة والجبروت والهيمنة، وهذا أيضاً من مقاييس التفوق في الدنيا. ويمكن أن يكون التفوق في الدنيا أن تحرز مرتبة علمية عالية جداً، فكل من يعمل في العلم خاضعون لك، وهذا تفوق. ومن التفوق أن تكون غارقاً في متع لا نهاية لها، مشروعة أو غير مشروعة. ولكن لو قرأنا القرآن، هو أصل منهجنا، هو وحي السماء، أين مقاييس التفوق في القرآن؟ يقول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قد حرف تحقيق، حقق الفوز الحقيقي. من يعمل في العلم خاضعون لك، وهذا تفوق. ومن التفوق أن تكون غارقاً في متع لا نهاية لها، مشروعة أو غير مشروعة. ولكن لو قرأنا القرآن، هو أصل منهجنا، هو وحي السماء، أين مقاييس التفوق في القرآن؟ يقول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قد حرف تحقيق، حقق الفوز الحقيقي، حقق النجاح، حقق الفلاح، حقق التفوق. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الذي تعلق بها وجعلها نصب عينيه وجعلها محط آماله ومنتهى رغباته؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تغر وتضر وتمر. إن هي إلا أيام معدودة، الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. من علامة إيمانك أن يكون مقياس التفوق عندك مطابقاً لمقاييس القرآن. فالمقياس الأول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لا أن تحرز نصراً يبنى عليه ظلم العباد وإزهاق أرواحهم والنيل من كرامتهم والتمثيل بهم، ليس هذا هو الفوز. هذا فوز في الدنيا قذر، ولكن الفوز أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة. أيها الإخوة الكرام، مقياس آخر من مقاييس الفوز: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. سماه الله فوزاً عظيماً، يعني يكفي أن تكون في طاعة الله، يكفي أنك لم تقترف الزنا ولم تشرب الخمر ولم تكن سبباً في إزهاق روح إنسان. يظل المسلم بخير ما لم يسفك دماً. يكفي أن تجتنب الكبائر وأن تجتنب الصغائر وأن تكون مطيعاً لله، مطبقاً لمنهجه، متصلاً به، متوجهاً إليه، راجياً رحمته، خائفاً من عذابه. هذه نعمة سماها القرآن فوزاً عظيماً. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. يقاس على ذلك أنه من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيماً. أيها الإخوة،
إن كنت في طاعة الله، إن كان رزقك حلالاً وإنفاقه في وجه مشروع، وكان بيتك مسلماً وأهلك مطبقون للسنة، وأولادك أبرار دينون يعرفون الله بفضل جهدك الكبير، فأنت في نعمة لا تعدلها نعمة. ولو خسرت الدنيا بأكملها، ولو خسرت الدنيا بأكملها، ولو كانت حياتك أخشن حياة، أنت الفائز. مقياس ثالث: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا الذي عرف نفسه بربها وحملها على طاعته وحملها على التقرب إليه بالعمل الصالح، فاستنارت بنور الله وسارت وفق منهج الله، هذا هو الفائز الأكبر. هذه مقاييس القرآن. لم تأتي هذه المقاييس لا على وسامة ولا على ذكاء ولا على مال ولا على قوة ولا على وجاهة، إنما أتت أن تعرف الله وأن يكون عملك صالحا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هؤلاء لهم العاقبة، والعاقبة للمتقين. ما مقياسك؟ خرج قارون على قومه بزينته. دقق. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قل لي ما الذي يعجبك في الناس أقول لك من أنت. يعجبك في الناس الغنى فأنت من أهل الدنيا، يعجبك في الناس القوة فأنت من أهل الدنيا. أما إذا كان يعجبك من الناس معرفتهم بالله عز وجل واستقامتهم على أمر الله وصلاح عملهم وإقبالهم، فأنت من أهل الآخرة. أيها الإخوة الكرام، قد تفوز بمعركة وأنت خاسر عند الله، وقد تخسر معركة وأنت رابح عند الله. العبرة أن نصبر على حكم الله، ولهذا الكلام تفصيل بعد قليل. أيها الإخوة، قيل: كفاك على عدوك نصرا أن يكون في معصية الله. الله عز وجل يحتقرهم، قال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يوما ثقيلا، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، لكن رؤية إبراهيم عليه السلام اقتضت أن يقول وارزق أهله من الثمرات فقط من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر سأرزقه من الثمرات، وسأجعل بلاده خضراء وأمطاره غزيرة، والمال بين يديه كالتراب، أعطيه قوة تفوق حد الخيال. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فذرهم، ذرهم احتقارا لهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يصعقون، من يأتي يوم القيامة آمنا في روضات الجنات كمن يأتي مصعقا، لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قل: متاع الدنيا قليل، قل: متاع الدنيا قليل، خالق السماوات والأرض يقول لك متاع الدنيا قليل. من فاز بالدنيا لم يفز بشيء. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. سيدنا عمر يرى رسول الله ينام على الحصير وقد أثر في جنبه الشريف فيبكي، يقول له: ما يبكيك يا عمر؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، سيد الخلق وكسرى ملك الروم ينام على الحرير.
قال: أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ أفي شك أنت يا عمر؟ أفي شك أنت يا عمر؟ يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا، إنما هي نبوة وليست ملكا. فأن تكون مؤمنا شيء لا يوصف. مؤمن أعلى مرتبة، درجة علمية، عرفت الحقيقة الكبرى وانسجمت معها، درجة أخلاقية، أنت منضبط بمنظومة قيم أخلاقية. المؤمن درجة جمالية، أنت في سعادة لا توصف لأنك موصول برب العالمين. أنت في جنة في الدنيا، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أيها الإخوة الكرام، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قال يا قومي، دققوا في هذه الآية، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. الأمور واضحة تماما، أنا أعرف لماذا خلقت، ولماذا أنا في الدنيا، وماذا بعد الموت، ولماذا خلقني الله عز وجل، وماذا يريد مني، وما هو الأبد. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. هذه رحمة الله، أعظم عطاء الله، بها تسعد ولو كنت في النار كما كان إبراهيم في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بها تسعد ولو كنت في بطن الحوت، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بها تسعد ولو كنت في كهف تخاف أن يتبعوك كحال أهل الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بها تسعد وأنت فقير، ومن دونها تشقى وأنت غني. بها تسعد وأنت ضعيف، ومن دونها تشقى وأنت قوي. بها تسعد وأنت مريض لا سمح الله، ومن دونها تشقى وأنت صحيح. هذه رحمة الله. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه مقاييس القرآن. الذي يبعدنا عن مصدر السعادة أن نقيس أنفسنا بمقاييس أهل الدنيا، أن نقيس مكانتنا بأموالنا، أن نقيس مكانتنا بما نملك. ينبغي أن تقيس نفسك بما آتاك الله وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله عز وجل أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه، وأعطى المال لقارون وهو لا يحبه، لكنه أعطى الملك لسليمان وهو يحبه، وأعطى المال لسيدنا عثمان وهو يحبه. إذن الملك والمال ليس مقياسا أصلا يقاس به الإنسان. الملك والسلطان والمال يعطى لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن الحكمة والعلم، لكن القرب من الله لا يعطى إلا لمن يحب. أيها الإخوة الكرام، أتمنى أن تكون واضحة لديكم هذه الحقيقة. لا تقس نفسك، ولا تقس غيرك، ولا تقس مجتمعاً، ولا تقس بلداً، ولا تقس أمة، إلا بمقياس القرآن ترتاح نفسك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.